أنا جالس في هذا المكان أدور على الأبرياء اللي بدهم مساعدة، لأنه أنا هو بطل الأبطال الصغيرين زعرور البطل. يلا يلا مين بده مساعدة؟ أنا عايش كمان في كوكب أحمد البطل مع أحمد البطل وسوس البطل، رح نكون فريق أسطوري كتير كتير. يلا مين بده مساعدة؟ أنا هو زعرور البطل. وسوس ساعدني بترجاك وسوس. ايه يا ويلي طالع صوت من هذا المكان، خليني بدي اشوف. ايه في فار محتجز في هذا المكان، ساعدني وسوس انا بدي مساعدة بدي مساعدة. يا ويلي بدي اساعده، هذا الفار بدي مساعدة وانا بصفتي زعرور البطل بدي اساعده. خليني بدي افتح هذا البوابة، خليني بدي اكسر هذه البلوكات مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. تعال لهون، هيني طلعتك وسوس، شكرا لك كتير كتير. يلا روح عند اهلك، روح عند ابوك. ايه يا ويلي شكلي خطأت في العنوان. يا ويلي خليني درجع، ابعد عني ابعد عني، قتلته بالغلط. هي زعرور البطل تعال بسرعة، في مهمة ولازم احكي لك هاي الشغلة. ايه انا قادم انا قادم يا احمد البطل. يلا يلا تعال يا زعرور، في مشكلة كبيرة. ايه شو اللي صاير يا سوس البطلة وشو اللي صاير يا احمد البطل؟ اطلع ورا اطلع ورا ظهرك، ايش فيه؟ خليني يما، شو هذا الكوكب شو هذا الكوكب؟ شوف هذا هو كوكب عائلة مومي لونج ليجز الشريرة. يا ويلي انا بدي اروح اقضي عليها، تعال الان. انتظر، ايش بدك يا احمد البطل؟ ما بصير هذا الكلام يا زعرور، انت لساتك طفل صغير. هي يا زعرور صغير البطل، انزل وخليك انزل عند اصدقائك والعب معاهم في الحضانة، وانا وسوس البطلة رح نشوف شو وضع هذه الشريرة اللي موجودة بجوار الكوكب تبعنا، وانت لا تطلع منه بالمرة بالمرة. طيب انا من الابطال الخارقين الصغار، بقدر اني اقاتل معاكو؟ لا انت طفل صغير، يلا انزل عند الحضانة. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، طيب يا احمد البطل ليش مثل هيك؟ ليش ما بيعرفوا انا قوي كتير كتير؟ يعني صرت من الابطال الخارقين وبدي يعني انزل لعند الاطفال الطبيعيين، ما عندي حل ثاني، خلص يلا خليني العب معهم. هاي يا اطفال مين بده يصارعني؟ يلا يا سوس البطلة أنا وإياك الآن بدنا نلاقي الحل عشان نقضي على هاي الشريرة، على مومي لونج ليجز الشريرة. نام نام، وهينا نزلنا زعرور البطل لأنه لساته ضعيف ولساته صغير بالسن، وأنا وإياكي بدنا نقضي على هاي الشريرة. هاي يا مومي لونج ليجز، أنت مفكر حالك قوية ورح تقدري على فريقنا فريق الأبطال الخارقين الأسطوريين؟ أنا هي مومي لونج ليجز، أطول امرأة بالعالم، اطلع كوكبي كيف مرعب جدا جدا، وكمان أقدامه ويديه قويات كتير كتير وطوال، وأنا شريرة ورح أحتل العالم، وأنا رح أفرجيك مين هي مومي. يا زوجتي تعالي خلينا نشوف أنا وياكي إيش قصة هاي الشريرة اللي اسمها مومي لونج ليجز الشريرة. إذا قربتوا أنا رح أدمر الكوكب تبعي، في قنبلة موقوتة بداخله، أي أحد من الأبطال الخارقين بقرب رح أقتله ورح أفجر الكوكب. يا ويلي إذا يا سوس البطلة أنا وياك مش رح نقدر نقرب عليها، لأنه إذا قربنا رح تسوي التفجير، وإذا سوت التفجير رح نموت أنا وياكي. نعم طيب شو بدنا نسوي شو بدنا نسوي؟ أنا قوية جدا جدا. مومي لونج ليجز سوف تقضي عليكم جميعا، هذا هو كوكبي الأسطوري الرائع، أطول إيدين ورجلين بالعالم موجودين في كوكبي أنا وعائلتي الرائعة. انظروا كوكبي ما أجمله، كوكب رائع وخرافي كتير كتير، تعالوا انزلوا معاي وشوفوا كيف كوكبي مرعب مع عائلتي الأسطورية. مرحبا مرحبا، شو بدنا نقضي على أحمد البطل هو وسوس البطلة؟ نعم بدنا نقضي عليهم الاثنين، انظروا مرعبين جدا جدا، قاتلين سفاحين أسطوريين، سوف نقضي على الجميع. نعم نعم، وكمان بدنا ندمر الكوكب تبعهم وبعدين بدنا نهرب كل السجناء. بكل تأكيد
جديد عشان لما نهرب السجناء نحتل العالم وكونوا كل الأشرار في هذا العالم تبع لإنا. ياه ياه روعة روعة. انت يا مومي سوف تندمين لأنك اجيتي على هذا المكان. مستحيل اندم، انت شكلك مش عارف انا ايش بقدر اني اسوي. طيب يعني ايش بتقدر تسوي يا مومي لونج ليجز الشريرة؟ يعني انا شايفك وحدة رجليها وايديها طويلات فقط لا غير، وانا بعرف اصيد رائعة جدا بالصيادة وبقدر اني اصيدك من 1000 متر. في احلامك هذا الكلام؟ طيب مش مصدقني، خذ لك هاي. ايه شو اخذ يعني؟ اخ يا زوجتي يا سوسي. يلا يلا هيني قادمة هيني قادمة يا احمد البطل، انقذيني بترجاكي مومي لونج ليجز. يا ويلي جالسة بتطلق علي الاسهم، يا ويلي بدي اوقف قدامها عشان ما تجيبك عشان ما تجيبك. هي يا سوسي ديري بالك ديري بالك، نزليني تحت نزليني تحت. اخ جابتني سهم جابتني سهم، خلينا انزل بسرعة بسرعة. اخ انا مصاب يا سوسي انا مصاب. يا ويلي رح انتقم منها ورح اروح اقضي عليها رح اروح اقضي عليها. يا سوسي بترجاك ديري بالك على حالك لا تروحي لوحدك. انا حزين كتير كتير يا احمد البطل لانك مصاب من هذيك الشريرة اللي اسمها مومي لونج ليجز. لا تحزني انا قوي ورح اتحمل. يا ويلي انا بدي اعالجك مثل هيك ومثل هيك، رح احط عليك هذا المدس عشان انت لازم تصير بخير لازم تصير بخير. يلا يلا انا لازم اني اروح وبدي انتقم منها. هي يا سوسي لا تروحي لا تروحي. بدي اروح انا كتير كتير بكرهها هاي وبدي انتقم منها. اخ يا ويلي مش راح اخليها تروح لوحدها. اخ يا ويلي انا مصاب. اخ مش قادر اني اروح. سوسي لا تروحي بترجاكي. يلا هجوم، وبدي اروح وبدي انتقم منها لانها هي ضربت احمد البطل وخلته مصاب. يلا يلا خليني انزل عليهم. اوه يا ويلي حاسب شعور غريب بس انا لازم اني اكون اقوى من هيك. هي لازم ما تعرف ما تعرف اني اجيت، رح انزل ورح ارمي عليها هذول الاسهم القوية. يلا هاي انت يا شريرة. ايه يا ويلي يلا ضربيها ضربيها. يا ويلي تنتين على واحدة تنتين على واحدة. يلا دخليها دخليها على السجن. يلا يا ويلي اخ خذوا هاي خذوا هاي، اشرار اشرار موتوا موتوا. يلا يلا. شايفة كيف انا وياك حبسناها حبسناها؟ لا طلعوني طلعوني، انا انحبست في هذا المكان طلعوني. مش راح نطلعك، احنا هم عائلة مومي لونج ليجز الشريرة، انت راح تضلك في هذا المكان الى الابد. طلعوني بترجاك وطلعوني، اطلعوا كمان حطوا هذول الفخوخ اللي موجودة هون. يلا يلا راح اجرب راح اجرب اكبس عليهم عشان تشوفوا شو بصير، مثل هيك تطلع بيطلع هذول السكاكين. يا ويلي انا داخلة في هذا السجن اللي عليه فخوخ عشان ما اقدر اني اهرب. هي يا احمد البطل انقذني بترجاك انقذني، انا وقعت في مأزق. يلا يلا راح تموتي انتي واحمد البطل كمان، انتو فريق اثنين صحيح. يا ويلي شو اللي بدي يصير الان شو اللي بدي يصير الان، انا انحبست طلعوني طلعوني. يا ويلي سوس البطل اتأخرت في كوكب عائلة مومي لونج ليجز الشريرة، اكيد صابها مكروه اكيد صار لها اشي، وانا الان لازم اتغلب على الاصابة تبعتي ولازم اروح وادافع عن صديقتي سوس البطلة. يلا لازم اني اطير، جبت السيفين تبعوني القويات كثير كثير. يلا خلينا اطير لعند الجهة تبعتها ولازم اوطي صوتي عشان اروح واقتلهم اقتل كل عائلة مومي لونج ليجز الاشرار. يلا خليني خليني بدي انزل. يا ويلي هي انقذوني انقذوني بترجاكو. يا ويلي سوس البطلة مصابة لازم اني اروح اساعدها مثل هيك. يا سلام يا سلام وقعت في الفخ. يا ويلي يا احمد البطل وقعنا في الفخ. احنا راح نفرجيكو نجوم الظهر. يا ويلي
ويلي طلعينا طلعينا، سوت فينا فخ سوت فينا فخ، واحنا مش عارف شو بدي اسوي. سوسي انت بخير؟ لا ضربتنا على راسي وراسي صار يوجعني كتير واغمى علي، الان استيقظت ما بلاقيك الا انت جنبي. يا ويلي احنا اثنين محبوسين، الان بيقدروا انهم يروحوا على الكوكب تبعنا ويدمروا وكمان يهربوا كل المساجين. يلا يلا يا اختي خلينا نروح. يلا يلا خلينا نروح. يا سلام يا سلام. هاي يا سوسي راحوا يدمروا الكوكب تبعي اللي قعدت فيه سنوات طويلة، وهيك طورته مع المتابعين وطورته مع هيك وتعبت كثير كثير عليه. اللي بده انه ما يتفجر الكوكب تبعي وما يتدمر وما يهربوا كل المساجين، الجميع لازم يشترك في هاي القناة ويشترك كمان في قناة عائلة احمد البطل. وكمان فتحت صفحة جديدة على الفيسبوك بنزل عليها كل اشي خاص في احمد البطل، راح اصير انزل عليها الافلام قبل ما انزلهم على اليوتيوب، بتلاقوه تحت في صندوق الوصف، الجميع ينزل ويضغط على الفيسبوك. وكمان انتو لازم تشتركوا في هذاك الصفحة، فقط الصفحة الموجودة في الديسكريبشن، لانه يا متابعين الاساطير في كم من واحد بيقلدني وانا ما بحب اي احد يقلدني وينزل فيديوهات على الفيسبوك، فانزلوا تحت في صندوق الوصف اضغطوا على الرابط وروحوا على صفحتي في الفيسبوك. يلا يا سوسي شو لازم اني اسوي؟ شو لازم اني اسوي؟ مش عارفة انا حزينة كثير كثير. شو راح يدمر كوكبنا؟ يا ويلي انا زاقان كثير كثير، الوضع ممل هون، هاي الطفلة انامبيلا ما بتلعب معي، وهذا ابن الجار الشرير ما بلعب معي، وهذا الاندرمان الصغير كمان ومومو الصغيرة، وكمان هذا الاسد، وانت يا مرب الاطفال ممكن انك تلعب معي. انا في مهنتي الان فقط اني اتطلع عليكو عشان انتو تديروا بالكو على حالكو ما يصير فيكو اي اشي، وممنوع انكو تطلعوا من هذا المكان. بدي اطلع انا بدي اطلع. لا ممنوع ممنوع ممنوع. يا ويلي بدي اطلع. بقول لك تعال ممنوع. يا ويلي طيب مثل ما بدك مثل ما بدك، انا بدي اطلع بدي اروح اشوف احمد البطل وسوس البطلة لاني زهقان كتير كتير. وينهم وينهم؟ انا زهقان ومعاي هذا القوس. خليني خليني بدي اسوي مثل هيك. وطوا صوتكم وطوا صوتكم. يلا هيو لف وجهه لف وجهه. خليني اسوي مثل هيك. بعد بعد يا غبي. يلا يلا هيني طلعت هيني طلعت. انا هو زعرور البطل. يلا خليني اسوي انا مثل هيك. يلا بسرعه بسرعه. يلا يلا خليني خليني بدي اهربها بدي اهربها. ايه يا ويلي هاي هي مش مومي لونج ليجز الشريره؟ يا ويلي هاي انت انت يا ويلي مين هذا؟ مين انت مين انت؟ خذي هاي خذي هاي لا كسر راسك تكسير. بدي اقتلك بدي اقتلك. يا ويلي شو اللي جالس بصير؟ شو اللي جالس بصير؟ موتي يا غبيه انا راح اكسر راسك تكسير. موتي يا ويلي هاي قتلت الاولى هاي وقعتها. يا ويلي شو اللي جالس بصير؟ هي هي يا صديقتي شو اللي صار معاكي؟ يا ويلي في كمان صوت في كمان صوت لكمان واحده. هي يا ويلي شو هذا الصوت شو هذا الصوت؟ هي يا ويلي بدي اقتلك انت بدي اقتلك. يا ويلي تعال هون انا اللي بدي اقتلك انا اللي بدي اقتلك. خذي هاي وخذي هاي. يا ويلي مين انت؟ انا هو زعرور البطل. ايه طلع في ابطال ثانيين غير احمد البطل وسوس البطله؟ بالتاكيد انا راح اقضي عليكي. خذي هاي خذي هاي خذي هاي. شريره شريره واحده كلبه حيوانه. خذي 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 مثل هيك مثل هيك. الضربات المتتاليه زعرور البطل في كل مكان. بوم 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 مثل هيك. يا ويلي بدي اقتلها بدي اقتلها. انقلع من وجهي انقلع. واحده غبيه واحده غبيه واحده غبيه واحده غبيه واحده غبيه. يا ويلي شو اللي جالس بصير؟ رميت عليها مليون قوس مش راضيه تموت. مثل هيك مثل هيك ومثل هيك. يا ويلي شو اللي يا ويلي هذا قوي بدي اهرب. تعالي لهون لا كسر راسك تكسير. انا هو زعرور البطل بدي افرجيكي مين هو زعرور البطل. لا كسر راسك تكسير. يا ويلي بدي اهرب بدي اهرب من التماثيل كمان بدي اهرب. تعالي لهون يا كلب لا كسر راسك تكسير. بترجع هذا المكان راح تموتي. تعالي لهون بدي افجرك تفجير. انا هو زعرور البطل بطل الابطال الصغار. يلا يلا ايه وين راحت هاي؟ خليني بدي اتبعها بدي اتبعها. تعالي لهون. يا ويلي بدي اهرب من عند التماثيل بسرعه بسرعه. انا بدي اهرب بدي اهرب. وين راحت هيها؟ موجوده هون. تعالي لهون يا شريره يا غبيه يا مومي لونج ليجز الطاي الشريره. يلا يلا خليني اشوف خليني اشوفها. تعالي لهون لا كسر راسك تكسير. تعالي
يا ويلي يا سوس البطلة، الآن أكيد جالسين هذولاك الأشرار بدمروا في كوكبنا. نعم، شو بدنا نسوي؟ إحنا محبوسين في هذا المكان المرعب كتير كتير المليء بالجثث. أكيد هي الآن هي وعائلتها، هاي مومي لونج ليجز الشريرة، جالسين بيهربوا بالأشرار ورح تنقلب الدنيا. نعم، لازم نعرف شو لازم نسوي أنا وياكي يا زوجتي سوس البطلة. نعم، شو بدنا نسوي؟ شو بدنا نسوي؟ احنا موجودين في هذا الكوكب الغريب العجيب. ايه يا ويلي، هاي الشريرة اللي اسمها مومي رجعت على الكوكب تبع احمد البطل، بدي اروح اقضي عليها، بدي ارمي هاي هذا السيف على بطنها عشان تموت. واحمد البطل وسوسي بطلة يعرفوا اني قوي، تعالي لهون خذي هاي، هيني رميت السيف. اخ يا ويلي، شو اللي سويته؟ شو اللي سويته؟ كيف رميت السيف على بطنك يا غبية، وهيو انت الان رح تموتي، رح تموتي. خلينا اشوف السيف وشوفي كيف رح توقع على الارض مثل هيك. اخ قلت لك يا غبية، انا هو زعرور البطل، زعر زعر زعرور البطل. يلا يلا، بدي اجيب هذيك الغبية السبايدر الثانية واحطهم عشان لما يجي احمد البطل وسوس البطلة كيف علي. يلا يلا يا سوس البطلة، انا تعبت كثير كثير وانا جالس بدمر في السجن عشان نطلع، ويلا خلينا نرجع على الكوكب تبع عشان نشوف شو اللي صار فيهم اذا هرب السجناء ولا لا. يلا يا سوس تعالي معاي. يلا هيني بدي اطير معاك، احنا هربنا هربنا من سجنهم. نعم يلا بسرعة بسرعة، تعالي معاي، انزلي بسرعة. يلا يلا خلينا اشوف. ايه مرحبا يا حلوين. ايه شو اللي جالس بتسوي هون يا زعرور؟ انا بدي افرجيكم مفاجأة اسطورية، انزلوا وشوفوا. يا ويلي زعرور البطل، شو مالك؟ مين اللي قاتلهم؟ مين اللي سوي فيهم مثل هيك؟ انا انا انا. ايه يا ويلي، هذا الكلام صحيح؟ كيفك سويت يا زعرور؟ قتلتهم، فاكرين اني انا ضعيف؟ مفكرين اني ضعيف؟ هي يا ويلي، شو اللي جالس بصير؟ ليش ربطوني؟ انت يا مومي لونج ليجز الشريرة راح ادمرك تدمير، وانتو راح تنحبسوا. شكرا لك يا زعرور البطل. العفو العفو. يا ويلي والله انك رائع يا زعرور البطل، خدي هاي خدي هاي خدي هاي. احمد البطل، زعرور البطل، سوس البطلة في كل مكان.